البعض خارج المجلس يحاول يستقل الخلاف مع بعض أفراد الأسرة الحاكمة. ترى إحنا إذا اختلفنا مع بعض أفراد الأسرة الحاكمة فهذا الاختلاف من أجل المصلحة العامة، ولا نقلل من قيمة هؤلاء الشيوخ، بالعكس نحترمهم ونقدرهم وننتقدهم، وإذا انتقدناهم انتقدناهم إلى المصلحة العامة، ما بيننا وبينهم إلا كل تقدير واحترام. وبعدين أقول حق الوزير يا أبو خالد، أنا واقف هني وأقول لك يا أمانة، أنا أتشرف اليوم أني معاك وأني ضد طرح الثقة، مو عشان بس أنك حمد جابر علي، لا، عشان أنك أنت فعلا انتهجت النهج الإصلاحي اللي يخدم المصلحة العامة.